أحمد قديم. الأسطورة السيد لاشين، أسطورة تنس الطاولة المصرية والعربية والأفريقية، والمعتزل دوليا مؤخرا بعد سجل حافل بالإنجازات للسيد لاشين الأسطورة، ابن النادي الأهلي، نجم نادي سبورتنج السابق، ابن الإسكندرية، مع أحمد نديم نجم نادي إنبي المنتقل من النادي الأهلي إلى نادي إنبي منذ حوالي 3 مواسم، ابن الإسكندرية أيضا، والده المرحوم كابتن نديم أحمد أحد نجوم تنس الطاولة للرواد. لقاء أهلاوي وإنباوي اسكندراني، الاتنين من اسكندرية يا جماعة، وما أدراك ما اسكندرية في تنس الطاولة، معقل الثاني لتنس الطاولة في مصر. مين ينسى نادي سبورتنج، نادي شبان المسلمين، نادي أصحاب الجياد، أسماء كبيرة في مجال تنس الطاولة. اسكندرية سطرت اسمها بحروف من نور. نهائي كأس مصر للرجال، هل هيضيف الأهلي بطولة جديدة لخزائنه، أم هيعود إنبي بنجوم تنس الطاولة لأول بطولة لهم؟ ده اللي هنشاهده مع بعض. إنبي بدأ النشاط تنس الطاولة عام 2003 بعد عودة من التسعينات، وصعد الفريق للدور الممتاز ألف. منذ عدة مواسم، موسم 2015-2016 فاز بالمركز الثاني الموسم الماضي للدوري الممتاز المصري بعد نادي الأهلي. تنس الطاولة في إنبي تكون دائما في مربع الذهبي منذ أن صعدت. أما النادي الأهلي بكتيبة العمل الفنية، بإنجازاتهم، بقدرتهم، ببطولاتهم، هتعود لبطولة جديدة بعد أن فاز النادي الأهلي ببطولة الأندية العربية التي أقيمت في تونس 2018. النادي الأهلي بطل الأندية العربية في تونس مؤخرا، بطل أفريقيا للأندية عام 1983 و2015 و2017. بدأت تنس الطاولة في النادي الأهلي عام 1939. أول بطولة حققها النادي الأهلي الرجال كانت بطولة منطقة القاهرة وكأس الإبراشي في الأربعينيات. حقق الأهلي كأس مصر للرجال عام 2003 و2004 و2017. منذ بداية اللعبة بالنادي الأهلي، الأهلي سيد أفريقيا والعرب، إنه المارد الأحمر، المارد الأهلاوي. ناصر الأهلي وإنبي، المباراة الأولى الشوط الأول إنبي. تبدأ المباراة الآن. لا شيء الكل. الإرسال يرافق أحمد نديم من نادي إنبي بالتيشيرت الأزرق في الأسود كده اللي شايفينه حضراتكم، مع الأسطورة سيد لاشين نجم النادي الأهلي. إرسال خلفي، هجوم بالباك هاند لكن خارج الطاولة. شبكة تعاد. كابتن عصام صالح حكم المباراة بيعيد ضربة الإرسال، استقبال قصير لكن خارج الطاولة. لسه نقاط حمى البداية. النقاط الأولى، هجوم من سيد لاشين، كرة ستريت وان واي، طريق واحد بلا عودة.
هجوم من سيد لاشين على اقصى الباك هاند، مختار المكان على الباك هاند لديمو لاحمد نديم. 1-3 ارسال على الفرو هاند قصير، الفتحه من سيد الخفيفه فتحه الباك هاند وبسبين. 1-4 شبكة تعاد، هجوم بالفورهاند لكن كرة ستريت لكن خارج الطاولة يا ديمو. 5-1 الإرسال يرافق سيد لاشين، إرسال خلفه قصير، استقبال قصير لكن في الشبكة. الكل يبحث عن دروب شوت على الكرة القصيرة أسفل الشبكة عشان المنافس ما يهاجمش. أدي فتحة الباك هاند تو بسبين لكن كرة ستريت جميلة من ديمو. 3-5 الإرسال يرافق أحمد نديم نادي إنبي. رالي باك هاند، هجوم من ديمو، الله يا ديمو جميل يا ديمو، كرة كروس بسوينج بمرجحة بشو جميل. 4-5 ارسل خلفي لكن 5-5 5-5 تعادل في ميزان النتيجة، نتيجة المواجهة الأولى في هذه المباراة نهائي كأس مصر للرجال. اسماش فور هاند من لاشين. 6-5 لاشين كده بيخاطب يعني احد الجماهير في المدرجات، يمكن بيوجههم الصوت. لعبة تنس الطاولة لعبة تركيز اصدقاء المشاهدين. 6-6 6-6 تعادل في ميزان نتيجة هذا الشوط. استقبال قصير لكن كرة فليك كده قلبة بلغة تنس الطاولة من نديم لكن في الشبكة. ما استناش الدوران شوية يخف، خسر النقطة. هجوم من لاشين، هجوم من أحمد نديم، كرات كرية لكن الدوران يكسب. كرة كروس جميلة من ديمو، الله يا ديمو. 7-7 طابلو فني واستعراض على خشبة المستطيل الأزرق. 7-7 رالي باك هاند لكن الحظ يبتسم لسيد لاشين في هذه النقطة. ارسال خلفي، فتحة خفيفة من ديمو، كرة كروس، ضربات باك هاند لكن خارج الطاولة. 8-8 تعادل في ميزان نتيجة هذا الشوط، مفيش نقاط، حمى بداية أصدقاء المشاهدين. استقبال قصير لكن 8-9 باك هانتو بسبن خارج الطاولة من أحمد نديم. 8-9 نت شبكة تعاد، شبكة تعاد أيضا مرة أخرى. الإرسال بياخد الخط الأبيض العلوي من الشبكة ويعاد في ضربة الإرسال فقط. هذه الكرات الفليك، هجوم من ديمو، كرة كروس جميلة من أحمد نديم. استفاد من ارتفاع الكرة نسبيا من سيد، عمل السوينج المرجحة كسب النقطة. ارسال خلفي، باك هاند تو بسبين من سيد لكن احمد نديم بيكسب هذه النقطة ببلوك سريع جدا على منتصف الطاولة. سيت بوينت نقطة الشوط الأول
لو كسب أحمد نديم نادي إنبي، وخارج الطاولة كلاكيت أول شوط يفوز بيه أحمد نديم من نادي إنبي على سيد لاشين من النادي الأهلي 11-9 1-0 في الأشواط حتى الآن. أدي توجيهات من كابتن أيمن زكريا المدير الفني لنادي إنبي والكابتن أشرف عفتاح رئيس الجهاز الفني للنادي الأهلي مع الكابتن أشرف صبحي. قراءات فنية يا جماعة، حسابات فنية لكل مدرب. ادي سلو موشن إعادة لبعض النقاط الشوط الأول. تايم، انتهى الوقت المخصص للتايم اوت، الوقت المستقطع، وقت الراحة ما بين الأشواط مدته دقيقة، وعودة للقاء من جديد أصدقائي المشاهدين. هل الأسطورة سيد لاشين نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري السابق، لاعب الأولمبي، اللاعب العالمي، اللاعب الفرنكفوني، الاسم الكبير، هيعود للقاء أم أحمد نديم ديمو تنس الطاولة الإنباوي الإسكندراني هيعملها ويفجرها ويكسبها؟ ده اللي هنشاهده مع بعض. هجوم لكن في الشبكة، واحد الكل، واحد الكل. باك هاند توب سبن من سيد لكن خارج الطاولة. هجوم بالفورهاند ديمو على اقصى الفورهاند، واحد ثلاثة. بيلعب من اعلى نقطة احمد نديم. بدأ هو سيد ضربات الارسال بالفورهاند، ارسال بدوران عالي، هجوم على منتصف الطاولة، اللعب على الرجل الثابتة يا جماعة، اللعب على منطقة العجز، العشرين سنتي اللي في منتصف الطاولة دي يا جماعة، منطقة عجز المنافس على استقبال الضربة. بقول لحضراتكم عاد الأسطورة من جديد بتعادل في ميزان نتيجة هذا الشوط. استقبال خلفي بالباك هاند لكن في الشبكة من سيد، البلوك كده كان أقل سرعة. ثلاثة أربعة، مين هيبدأ؟ بدأ سيد بالكرات القطرية، كرة ستريت وكرة كروس جميلة، كرات مستقيمة وكرات قطرية، تنوع في الضربات، عشان كده بنقول لكل لاعبين تنوع الكرة على الطاولة مهم جدا بضرباتك الأمامية أو الخلفية، ما فيش كرة في مكان واحد. هجوم من سيد لاشين على منتصف الطاولة، الله يا سيد، الأسطورة عاد، أربعة ستة. الأسطورة عاد في هذه النقطة أصدقائي المشاهدين، أقوى عروض فنون تنس الطاولة على خشبة المستطيل الأزرق. عشر نقاط بدوران عالي جدا بشو جميل، لكن ديمو بيرد عليا بفور هاند وتوب سبين. جميلة يا ديمو، جميلة يا أحمد يا نديم. ضربات الباك هاند، هجوم من نديم، هجوم من نديم على اقصى الباك هاند لسيد لاشين. اهتزت المدرجات، تعالت الصيحات، ارتفعت الفنيات. ستة الكل. ادي فتحة الباك هاند من سيد لكن خارج الطاولة. ستة سبعة،
رالي باك هاند لكن خارج الطاولة من الأسطورة. 8-6. الإرسال يرافق أحمد نديم نادي إنبي. زملاء سابقين في المنتخب الوطني أحمد نديم وسيد لاشين، وكرة ستريت جميلة من ديمو. 9-6. كرة ستريت وان واي، طريق واحد بلا عودة. الله يا ديمو، كرة مستقيمة، مفيش أروع من كده. مسيطر أحمد نديم في هذا الشوط، ست بوينت، 10-6، متقدم. ست بوينت نقطة الشوط الثاني، وفعلا كلاكيت تاني شوط يفوز به أحمد نديم نادي إنبي اللي مقدم أوراق اعتماده الفنية في هذه المواجهة الأولى مع نادي. قدم شوط جميل جدا بتكتيك وتكنيك عالي جدا أحمد نديم. هل هيعود الأسطورة في الشوط القادم؟ أنا هنشاهد تفوق وتقدم لأحمد نديم. آدي الحسابات الفنية بقول لحضراتكم، آدي رفع الروح المعنوية من الجهاز الفني النادي الأهلي للأسطورة، وأيضا كابتن أيمن زكريا بيرفع الحالة المزاجية والفنية للاعبه أحمد نديم الصديق وقت الضيق المدرب. يا جماعة مين هيكون عنده الحلول اللي بيتعامل فيها في النقاط والمواقف الصعبة والحرجة؟ الشوط القادم نتيجة الأشواط 2 NBA هو أقرب لعودة وصحوة لسيد لاشين، أما أقرب للفوز بالمواجهة الأولى من ديمو تنس الطاولة. هجوم من أحمد لديم لكن خارج الطاولة. شيء واحد. رالي باك هاند، هجوم من ديمو، هجوم من سيد لاشين، كرة دروب شوت. الله الله يا ديمو، الله يا أسطورة، لكن كسبها ديمو بستايل بشو جميل من أحمد نديم. نقطة اللقاء، بل ولقطة اللقاء أصدقاء مشاهدين، أفضل لقطة في اللقاء هذه اللقطة، هذه النقطة. رالي باك هاند، هجوم من أحمد نديم، هجوم من سيد، ضربات دولبية أمامية من الأسطورة سيد لاشين. مباراة جميلة أصدقاء مشاهدين. وجرس إنذار بإرسال شديد الدوران من السيد لاشين. استقبال قصير وحاول يلعب لوب سبين سيد لكن خارج الطاولة. 2-3. الإرسال يرافق أحمد نديم، أهو غير حسابات هذا الإرسال. شوفوا منتصف الطاولة هو بالباك هاند، استقبال قصير، سيد بيفتح بالباك هاند، كرة ستريت والحظ يبتسم، تاتش لأحمد نديم. كرة بتاخد الخط الأبيض الأخير من الطاولة، أو كما يقال إيدج أو تاتش، وخارج الطاولة. تايم أوت، وقت مستقطع، طلب سيد لاشين حق اللجوء الرياضي لمدربه، إعادة لكل أوراق الفنيات في هذا الشوط. هل هيعود الأسطورة ويستعيد عافيته البدنية والفنية، أم الثورة الداخلية للاعب أحمد نديم مع عزيمة فولاذية ومهارات فنية بالباك هاند وبسبين هيحافظ على تقدمه؟ ده اللي هنشاهده مع بعض. حيرتينا يا ماكرة يا صغيرة،
حيرتينا بدوراناتك، حيرتينا بسبناتك، حيرتينا بكل ما تحمله الكلمة من سبين دايركشن. 5-3. خمسة ثلاثة. رالي باك هاند لكن خارج الطاولة. ادي بيشجعه كده كابتن ايمن زكريا، بيشجع احمد نديم. رالي باك هاند، هجوم من سيد لاشين جميلة، فتحة الباك هاند وسبين، لف بالكروس بالرجل اليمين وعمل السوينج المرجحة بسرعات بالفوتورك بالتحركات الجانبية والخلفية من السيد لاشين، عدل الأسطورة في هذه النقطة. 5-5. رالي باك هاند، هجوم من السيد لاشين. حتى الآن التايم اوت ليه كلمة السر، عادل الأسطورة 6-5 متقدم بعد كان متأخر 1-4. بقول لحضراتكم دي محاول يعمل سايد سبين بدوران جانبي، لكن تحركات الجانبية لسيد لاشين كانت سريعة جدا. 2 جزء من الثانية هو زمن الرالي ما بين كل نقطة، وجرس انذار من ديمو بإرسال شديد الدوران. ستة سبعة. استقبال قصير، هجوم من ديمو. سيد لاشين بيلعب دورانات لولبية لكن خارج الطاولة. 7-7. 7-7. اشتعل موقف هذا الشوط وازداد صعوبة للاعبين. سيد لاشين يبحث عن التعديل واحمد نديم يبحث عن التعزيز. الله الله. 8-7. باك هاند توب سبين من سيد لاشين، ضربة خلفية لولبية على أقصى الباك هاند. 8-7. لا 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 لا. بلاي ستيشن على خشبة المستطيل الأزرق. صواريخ عابرة للطاولات أطلقها سيد لاشين وأحمد نديم، لكن سيد لاشين يكسب النقطة. مفيش أروع من كده. تنس طاولة، حيرتينا يا ماكرة صغيرة، حيرتينا بدوراناتك بإسبناتك بفنياتك. الله عليكم. الله يا ديمو. هجوم بالفورهانتو بسبين من أحمد نديم، متقدم 9-8. 2-0 في الأشواط. إرسال خلفي قصير لكن شبكة تعاد. تريس، ثبات انفعالي، هدوء نسبي، شايفينه حضراتكم، وخارج الطاولة. ماتش بوينت، نقطة الشوط والمباراة لأحمد نديم نادي إنبي لو فاز بهذه النقطة. الإرسال يرافق سيد لاشين النادي الأهلي. هجوم بالفورهاند وخارج الطاولة، لكن الحظ يبتسم لسيد لاشين، فعلا كرة ستريت. طيب وقت مستقطع، تايم اوت طلبه كابتن ايمن زكريا للاعبه احمد نديم نادي انبي. كل مدرب بيختار بحسابات فنية امتى يختار التايم اوت، امتى يختار الوقت المستقطع. نقاط المد والجزر.
قمة النضج الفني في هذه المباراة وفي هذا الشوط تحديداً أصدقاء المشاهدين. زي ما شايفين حضراتكم، بعد من نقاط السابقة ماتش بوينت 19 نقطة الشوط والمباراة، وفعلا يعود للقاء الأسطورة سيد لاشين 10 الكل، نقاط عصبية نقاط فنية أصدقاء المشاهدين، تعادل في ميزان النتيجة. رالي باك هاند غير أحمد نديم، هجوم من ديمو لكن خارج الطاولة، صحوة النصر من لاعبي وجهاز فني النادي الأهلي. بعد ما كان متأخر سيد لاشين عاد للقاء، حداشر عشرة الفائز بنقطتين متتاليتين بعد التعادل 10-10 هو الفائز بالشوط. بقول لحضراتكم عاد للقاء الأسطورة، الأسطورة سيد لاشين عاد بشوط صعب جدا، وإنذار من الكابتن عصام صالح إلى اللاعب أحمد نديم لأنه رمى المضرب على الطاولة. شوط كان بعيد جدا لسيد لاشين لكن عاد للقاء. هنا بقى يا جماعة الصديق وقت الضيق فنيا ونفسيا. الحسابات قراءات الشوط السابق، كل شوط ولها تكتيكاته، كل شوط ولها حساباته، وكل نقطة ولها فنيتها. ادي كابتن ايمن زكريا والكابتن محمد الشرقاوي والكابتن خالد محمد نجوم التدريب في نادي انبي، وادي شادي مجدي ولاعبي النادي الاهلي ايضا، وادي البرنس برنس تنس الطاولة بيدي ايضا توجيهات. بعد ما كان سابقا التوجيهات من المدرب فقط، لكن من حوالي عامين الاتحاد الدولي سمح بتعليمات من اي لاعب او اي مدرب او اداري على مقعد الفريق. 2-1 في الاشواط لصالح احمد نديم. هجوم لكن خارج الطاولة. لا شيء واحد. ادي رالي بكهد غير على طول، غير بسرعة عالية جدا سيد لاشين، كرة استريت جميلة. ادي احمد نديم بيلعب كرة وان واي طريق واحد بلا عودة، الباك هاند توب سبين، كرة مستقيمة جميلة يا ديمو. خارج الطاولة. 1-3 ثورة هجومية، ثورة فنية من ديمو تنس الطاولة أحمد نديم نادي إنبي. متقدم 2-1 في الأشواط و 3-1 في النقاط للشوط الرابع. وخارج الطاولة. ادي خالد عصر بيحمس كده سيد لاشين، يلا يلا لسه الامان ممكنه، لسه الاحلام ممكنه. الله الله، رالي جميل من النجمين الكبارين، خبرات تتحدث عن نفسها احمد نديم والسيد لاشين. وخارج الطاولة. 5-2
بلوك سريع جدا من احمد نديم بكره كروس قطريه 5-2. يا سلام يا ديمو، بيغير التايمينج، بيغير الضربات، بيغير السرعات، وعشان كده بنقول التايمينج يا جماعه. التايمينج الضربه نفسها لازم تكون متغيره اثناء الرالي. يجب عليك ان انت تغير السرعه لو قدرت في توقيتاتك السريعه. ادي الكرات الفليك، لكن الحظ يبتسم ايضا لاحمد نديم. 7-2. متقدم احمد نديم وخارج الطاوله. الارسال الرافق احمد نديم نادي ام بي. باك هاند توب سبين، هجوم من سيد لاشين لكن خارج الطاوله. مسيطر احمد نديم. وباتش بوينت نقطه الشوط والمباراه، المواجهه الاولى لاحمد نديم نادي انبي. هجوم من احمد نديم لكن خارج الطاوله. 13. كرة ستريت جميلة من سيد لاشين. ماتش بوينت 10-4. ارسال خلفي، رالي باك هاند. 10-5. بقول لحضراتكم مفيش يأس في تنس الطاولة، العب لآخر نقطة. ادي احمد نديم بالارسال من منتصف الطاولة بالباك هاند. ادي الاستقبال القصير، وفعلا يفوز احمد نديم بالمواجهه الاولى على سيد لاشين الاسطوره. مبروك احمد نديم نادي ام بي، الفوز بالمواجهه الاولى على سيد لاشين بنتيجه 3-1، وسجده الشكر لله سبحانه وتعالى من اللاعب احمد نديم. 1-0 في المواجهات حتى الان لاحمد نديم بنتيجه 3-1 على السيد لاشين. إعادة لبعض النقاط في هذه المباراة. فعلا قدم أوراق اعتماده الفنية أحمد نديم. فهذه المواجهة الأولى كل مباراة ولها حساباتها، كل مباراة ولها تكتيكتها، كل مباراة ولها ظروفها الفنية. كان نادي الأهلي في مباراة السيمي فاينل كان فاز على نادي سبورتينج